سمعت كلام يا سماء ودقينا شوية طعمية واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. أبوس إيدك يا فتح، ما تديلوش فرصة يشمت فينا، ده أخويا وأنا عارفاه كياد كده النسوان. وأنا مش قادر، مخنوق يا سماء، مش طايق نفسي، مخنوق. من إيه بس يا فتح؟ ما إحنا عايشين وكويسين أهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ بقولك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنتي يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم متلاقي عينه اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا عد. خلاص حفت شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صلى على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، انا حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قالك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى ملحق عليك. هو الشيطان، الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتحي، بحبك وعاوزاك، وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا، وعشان تبقى عارف بقى انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي، اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ند. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي، انا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. ايه اللي جرى؟ كلب شادد عليا قوي يا منير، انا خايفه اكون مدعوقه لكده زي بنت صفيه. انا قلت ما تروحيش الكنيسه النهارده، شكلك تعبان. انا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبانه. الله يا ابني، الله يا جماعه، مفيش شاب لابس قميص مشجر جري من هنا؟ قطع نفس ابن الغشيمه. ايه البلاغ؟ وريني موبايل. رم رم ايه يا عبيط؟ دي حته جامده، خدتها ازاي؟ ولا حاجه، نزل وساب الموبايل على التابلو، قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا مش تعبانه في الفلوس يا عم. الحقيقه ايه ده؟ الو الو كابتن، لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك؟ بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كاميرتين. ها يا كابتن، لو سمحت الشريحه عليها ارقام مهمه، خد الموبايل وارمي لي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو، بقول لك ايه يا صاحبي؟ انا هشد لغايه العتبه كده، اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي، ما تعوقش. ماشي، بقول لك ايه، هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتش شاورما خيرها عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين اجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما، سامحيني مش هعمل كده تاني. ما انا عارفه، عاوزه ايه تاني يا ماما؟ احنا ما عندناش تلفزيون وانا عاوزه اتفرج. انا نفسي افهم ايه اللي شدك في التمثيليه دي يا ماما؟ التمثيليات ما فيهاش حاجه عيب من اللي في دماغي. انا يا اختي ما فيش حاجه في دماغي ابدا، اللي في دماغك انت مش في دماغي انا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي، انت عايزه يا بنت ابوك يطلقني؟ ده انا بقالي 20 سنه ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه.
لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزه. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال واحنا قلنا لا؟ مش لما يجي ابن الحلال؟ خلاص يا ماما، اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختمي الصلاه، حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى، الراجل مدير المستودع اللي انا بيه صاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حبها ب 20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش؟ وحش ايه؟ ايدي على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. اه قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ عليك نور. الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم. اضربهم كده في 10، 20 في 10، دول 200 جنيه حلو قوي. وانا لغيت الواد كريم، هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. اوه عارف، طب العربيه اتقفشت هيضيع. شباب ماشي، شباب اخلع التاب. ماشي خلاص، نديله ريالين. خلاص بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد عادتك السودا دي على الكرسي ده. وهو كذاب. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابق. يا بهزر معاك يا ابني، انا عارف ربنا يا جدع، عارف ربنا بهزر معاك يا جدع. يعني في حدوته الجهاز؟ قلت لك هجيبهولك، بس مستني اقع لك حته فرطه احنا هنا كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب بقول لك ايه؟ انت عايز يعني وصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده؟ انا هركب لك وصله للجهاز ده اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا ابني. ما تعمل يا عم، انت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته ومحدش بيلاغيني. ايه يا ابني، ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء، انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغية. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه؟ النت ده هياكلنا ولا هشربنا؟ ايه يا عم بركه، ما انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال، اقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول، اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه؟ ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجه خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله، ما تقولش على ابوك. يلا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا. شفت الولا بيبوظ ازاي؟ ما تروق يا عم، ما كل العيال بتلعب. اغفر الله العظيم. تعال شوف شاي. لا 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 خلاص روح شوف. يا عم تعالى تعالى نشرب سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعال. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بارك. روح يلا ننشأ بسرعة. يلا حاضر. عاوزك في استشارة تحت أمرك أخويا. أقول دلوقتي أنا أعمل إعلان وراثة ولا ما أعملش؟ أنا مش عايز أغلط، عايز أمشي قانوني ومش عارف أعمل إيه. أنت مش قلت إن أبوك باع لك قبل ما يموت؟ أيوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعًا. إيه بس مصيركم بيعرفوا برضه أصلًا؟ كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو أبويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشة؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. آه. يبقى تعمل إعلان وراثة. الله يفتح عليك. أنا قلت آخد رأيك برضه معلم بركة عشان يبقى استشارت كبارات الحتة، محدش يمسك عليا حاجة وتبقوا شاهدين، وكله بما يرضي الله. آه طبعًا. طلع طلع ايه؟ سيجارتين. اه